مراسل التلفزيون المصري رامي محمد أطلعنا على تفاصيل اختتام فعاليات مؤتمر سيملس شمال إفريقيا 2023 والمعرض الذي أقيم على هامش المؤتمر الدولي. تحياتي لكم ولكل متابعينا من داخل مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، ومع ختام فعاليات والجلسات التخصصية وورش العمل الخاصة بالمؤتمر التكنولوجيا المالية سيملس 2023 لشمال إفريقيا والشرق الأوسط. هذا المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 4000 مشارك يمثلون مؤسسات التكنولوجيا المالية والبنوك والمتخصصين في الجانب المالي والإلكتروني وأيضا التحول الرقمي في هذا المجال، مجال الاقتصاديات، مجال المالي وأيضا الشمول المالي. في هذا المؤتمر الذي انطلق على مدار يومين، خلاله تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البنك المركزي المصري وأيضا ممثل لبنك المركزي النيجيري، وأيضا عدد من مذكرات التفاهم الأخرى مع عدد من الشركات الدولية في مجال التكنولوجيا المالية. وعلى هامش هذا المؤتمر أقيم أيضا معرض يضم أكثر من 150 شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية، وأيضا بحضور أكثر من 2000 من رؤساء شركات التكنولوجيا المالية والبنوك ومحافظي لعدد من البنوك الدولية والإقليمية سواء لشمال إفريقيا والشرق الأوسط. هذا المؤتمر الذي جاء بعدد من الجلسات التخصصية وورش العمل التي تناولت كيفية التعامل البنكي الرقمي في عدد من التعاملات المالية المختلفة، وأيضا بمشاركة واسعة لعدد من الهيئات والمؤسسات المصرية من هيئة البريد المصري وأيضا تحت رعاية البنك المركزي المصري وبرعاية كبيرة لأيضا مجلس الوزراء المصري في هذا المؤتمر والمعرض الدولي سواء لشمال إفريقيا والشرق الأوسط. وأيضا كانت هناك مشاركة لعدد من البنوك المصرية وأيضا المشاركة العربية الكبيرة من أجل التحول نحو التعاملات الرقمية فيما يخص الاقتصاد، وأيضا الحديث حول الاقتصاد الأخضر والحديث الأكثر حول التكنولوجيا المالية والتعاملات البنكية من قبل عدد من المؤسسات، ووجود لعدد من الهيئات الدولية التي قامت أيضا بإبرام العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجانب المصري المتمثل في البنك المركزي المصري. هذا هو المشهد فيما يحدث من داخل المعرض وأيضا انتهاء لفعاليات سواء ورش العمل أو الجلسات التخصصية والمشاركة الواسعة لأكثر من 4000 مشارك في هذا المؤتمر والمعرض سيملس 2023 شمال إفريقيا والشرق الأوسط من مصر للمرة الثالثة التي تقوم في مصر باستضافة هذا المؤتمر والمعرض الدولي. عودة إليكم مرة أخرى.